الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، اسمع كويس عشان هذا محل الحوار، لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. يعني عجيب والله في الحوارات أن تجد شخصا ما يطلب منك أمرا فإذا أجبته إليه ولبيت طلبه وأتيت مرغوبه خالفك، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هم يعترضون على فريضة القتال والجهاد في هذا التوقيت وفي هذا المكان، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، ثم يسردون الحجج الدالة المؤيدة لموقفهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الإجابة: قل أي محمد، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إجابة فاصلة في الحوار، إجابة قاطعة في النقاش، إجابة مبهرة لهؤلاء الناس الذين يريدون الفرار من ساحات الجهاد ويرغبون إلى الخروج وعدم المواجهة مع أنبياء الله جل وعلا في ساحات القتال والجهاد. هؤلاء الناس الذين يتكلمون دائما عن الجهاد والرغبة في الجهاد والقيام بأعمال الجهاد ثم إذا وضعوا في الجهاد فروا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شوف الحجج، قالوا كنا مرتار، يقول إيه؟ لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. تارة ثانية يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
اسمع كويس، هذا الصنف الذي يحاورك دائما ويرجو أن يخرج من كل حوار منتصرا بباطل أو بزور، هم الذين قص الله خبرهم حينما قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. المقصد من سياق هذه الآيات المباركات أن تتجهز أخي المسلم أنت بإجابات نافعات شافيات لما قد يعرضها لما قد يعرض عليك من المتشابهات ومن الأمور الملتبسة، كيف تجيب عليها؟ لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ شوف الإجابة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينا. قل متاع الدنيا قليل، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. عش ما شئت، عاش نوح قريبا 1000 سنة فمات، عاش من قبله آدم عليه السلام أكثر منه وأطول فمات، سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا في حقه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يا من تحاورني، يا من تناقشني، إنما يرجى لي ولك أن نحصل التقوى أولا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والتقوى أمر عظيم، التقوى أمر عظيم، بل وأمرها عظيم جسيم، يحتاج مني ومنك مراعاة لله جل وعلا دائما أبدا. فلا نغفل عن الله ولا ننسى أو نتناسى ذكر الله، ولا نبتعد عما أمر الله به، بل نبتعد ونباعد بيننا وبين ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولا تظلمون فتيلا، قواعد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. يمنع الظلم، الله جل وعلا منع الظلم على نفسه وحرمه، بل وحرمه على عباده جميعا. وما ربك بظلام للعبيد. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أحيانا في الحوار تتحول أنت من كونك محاورا إلى واعظا، إلى واعظ، إلى ناصح، تتحول إلى ناصح أمين مشفق على من أمامه. مش من الفحولة أو من النجاح أنك تذهب بصاحبك الذي يحاورك إلى أن تضعه في النار، إلى أن تسقطه في جهنم. هذا ليس من الخلق. أنت مهمتك أن تخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، أن تخرج الناس من ضلال البدع إلى عدل الاستقامة والإيمان، أن تخرج الناس من الباطل إلى الحق. هذه همتك، لا تغفل عنها. الحوار لا يذهب بك إلى أن تنتصر على صاحبك وحسب. لو أنت أخي الكريم أو أنت أختي الكريمة تابعنا الحوارات اللي بتمر على الشاشات في التلفزيون، فالبرامج المفتوحة، حوارات التوكشو وغيره، واحد يقعد قدام واحد يحاوره، تلحظ أن كل من المتحاورين أهم شيء عنده انه يفوز بالحوار على صاحبه. زي بيقولوا عاوز يجيبه كده زي بتقول مصارعه لمس اكتاف، هو ينجح. اما هل ما قاله هو سدادا؟ هل ما قاله فلاحا؟ هل نجح في اظهار حق للناس؟ هل نجح في طمس باطل عن عباد الله؟ لا، مش ده المهم. المهم عنده بايه؟ انه ينتصر في الحوار حتى لو كان باطلا. واكم من ناس انتصروا على اخرين برفع الصوت بالسوء، موجود. لذلك أنا أقول لإخواني: أنت تحاور الآخر، لكن في لحظات تمر عليك لا تغفلها.
ايه هي؟ ان تشفق على محاورك، ان تترفق به. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. لابد ان تكون رفيقا دائما ابدا بمن يحاورك، ترجو له الخير، تحب له الهدى، حتى ولو أخطأ فيك وأساء إليك. ثم تنتبه لمسألة أخرى في الحوار، أن كثيرا من هؤلاء الناس الذين يحاورونك أو تحاورهم إنما يلتمسون الحجج والمعاذير الباطلة، كما ذكر الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لابد يكون عندي إجابة. إذا ذهب بي مذهبا بعيدا في عرض حججه وأدلته الهاوية الخاوية، لابد أن أوفر أنا لها إجابة، يكون عندي إجابة، إجابة على هذه الحجج. لماذا؟ لأظهر الحق، ثم لأذهب بأخي هذا المحاور إلى الصراط المستقيم. أنا أريد أن أرده ردا جميلا، ولا هو أنت كل ما حد يزعل معاك تقول له: أنت منافق، أنت فاسق، أنت أمنجي، أنت مش عارف إيه، كل ما حد يختلف معاك تلقي عليه التهم، بل وتحيل التهم إلى قواعد وتستدل عليها بالقرآن وتقول: هؤلاء منافقون، ثم تقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيل. ده مش أسلوب نقاش يا أخواننا، مش أسلوب حوار مطلقا. إذا أردت أن تحاور زين عمرك فلا تكفر ولا تفسق ولا تبدع، إنما خذ الأمور رويدا رويدا، حتى إذا بدأ لنا كفر كالشمس في لائحة النهار حكمنا بكفر العمل لا بكفر العامل. إنما الحكم بكفر العامل يتولاه الأئمة والحكام والقضاة والمفتون، لا يتولاه أنا ولا أنت. لابد أن نستفيد من الحوار، لابد أن نستفيد من الحوار. هذا حوار دسم كما ذكرنا، فيه أمر أخشى أن يقع علي أو عليك، وهو اتهام المحاور بما لا يكون فيه، لأني أنا وأنت نرجو أن نخرج لمن يحاورنا إلى ساحة رحبة فسيحة في دين الله وفي رحمته وهداه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.